ثلاث أبايا قد تغير حياتك. فاستجبنا له. هذه الكلمة التي تأتي مباشرة بعد ثلاث أدعية دعا بها سيدنا أيوب، سيدنا ذنون، أي يونس، وسيدنا زكريا. هؤلاء الأنبياء الذين كانوا في محنة كبيرة، ومباشرة بعد هذا الدعاء يقول الله جل جلاله فاستجبنا له. أيوب، سيدنا أيوب الذي عانى من المرض وأكل الدود جسمه، يقول في تضرع لله عز وجل أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيقول مباشرة الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وسيدنا يونس عندما كان في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، دعا ربه مناجيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتأتي مباشرة هذه الآية بعد هذا الدعاء فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وسيدنا زكريا الذي بلغه الكبر ولم ينجب ولا طفل، فدعا الله عز وجل قائلا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فيقول الله عز وجل مباشرة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه.